انا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. معلش اظن بس متوتر شويه عشان بتكلم على الهواء. لا خالص تحت امرك, اتفضل يا فندم. اتفضل خالص, مفيش اي مشاكل. احنا بندردش سوا. ماشي. انا من احمد فهمي. اهلا بيك. كان في واحد يعني جاي يتقدم لاختي. بس يعني انا اعرفه من قبل كده, هو يعني الهيستوري بتاعه مش مشرف قوي يعني. يعني كان شقي مثلا شويه ولا الهيستوري يعني بتاعه مش مشرف في ايه؟ يعني كان شقي شويه وبيتعاطى حاجات مش كويسه يعني. طيب تعال تعال ناخدها كده وحميد واحده واحده. كان بيشرب حشيش مثلا يعني؟ حاجات. لا في حاجات تانية دي ممكن نفرمل فيها يعني. كان بياخد بودره, كان بياخد برشام, كان بياخد كده. بس هو اتعالج يعني, وبيقول ان هو خلاص اتغير, وانا بصراحه مصدقه. فمش عايز اكون بوظت يعني جوازه وكده. طيب خايف اقول لاختي او اقول لعيلتي يعني. خليني اسالك سؤال معلش, هو اتعالج بقاله قد ايه متعالج؟ هو اتعالج من زمان, هو كبير دلوقتي يعني, هو عنده حاجه و30 سنه وما يتجوزوا كبار. ف اتعالج وعنده 24 سنه تقريبا. وملتزم في حياته وناجح في شغله وفي كل حاجه. الحمد لله بعد ما تعافى يعني هو بقى كويس. طيب هو متقدم لاختك, وهي هل هي عاجبها يعني الحاله دي يعني, يعني مبسوطه بالجوازه دي ولا هي ما تعرفش اساسا؟ لا هو يعني هو الجوازه كانت تقليديه يعني مش عن حب ولا حاجه. بس هي يعني عاجبها يعني, هو عاجبها وشايفاه شخص كويس, خصوصا ان هو يعني اشتغل في مجال البيزنس وكده وهو كويس. بس يعني مش عارف اقول لهم لاهلي واخواتي ولا ان هو قصدي ولا ما اقولهمش ان هو كان يعني تعافى قبل كده, كان مدمن قبل كده ولا لا. طب انت اتكلمت مع اختك وسالتها اذا كانت عارفه ولا لا؟ انا سالتها يعني تعرفي اي حاجه عن الهيستوري بتاعه قبل الهيستوري بتاعه قبل كده. قالت لي يعني اعرف عن جامعته وكان يعني قصه كفاحه واشتغل ازاي وكده, بس ما جابتش سيره يعني ان هو تعافى او كده. طيب الامانه تستقضي ايه؟ تقضي الامانه انت يعني عشان تكون امين مع اهلك ومع اختك هتعمل ايه؟ يعني انا شايف ان انا المفروض اقول لهم. يبقى دي الامانه, يبقى انك تقول لهم وهم ياخدوا قرار. انا خايف برضه اكون بوظت يعني الجوازه كلها على حاجه يعني المفروض ان هو خلاص مع في الهيستوري بتاعه. وممكن هو قال لك, هو حلفك ما تقول لحد ولا لاهلك؟ لا ما حلفنيش خالص. وهو عارف عنده حتى مشاكل وانا بقول له يعني. وهو عارف انك عارف. طيب الامانه تحتم عليك انك لو عندك معلومه ايا كانت المعلومه ما تخبيهاش عن اهلك, وهما بعد كده ياخدوا القرار, وتبقوا انتوا الاثنين او انت واهلك واختك قاعدين مع بعض بتاخدوا القرار. انت تقول الامانه كامله. الامانه كامله ان الولد ده كان بيتعاطى في يوم من الايام, وانا عرفت المعلومه دي, وهو عارف ان انا عارف, وهو اتعالج من وهو صغير, من وهو عنده 24 سنه ومتعافي وعايش حياته طبيعيه جدا وناجح في حياته وكويس. بس انا بقول لان الامانه يعني تستدعي وتحتم عليا ان انا اقول, لانك الامانه لو اتسالت وحد قال لك امانه عليك يا ابني الولد ده متقدم لابني لبنتي, والراجل اللي بيسالك ده راجل بيقول لك امانه عليك, هتقول له ايه؟ هتقول له والله يا حاج ده راجل كويس قوي, كان طالما امنك يبقى لازم تقول الحقيقه. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. خلاص بقى, ما بالك دي اختك واهلك, يبقى لازم تقول الحقيقه. وتاكد ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ليه ترتيب غيرنا خالص, ممكن يوافقوا وممكن الدنيا تمشي, واخد بالك؟ انما انت بتقول لاجل انك تكون امين, لان لو حصل اي حاجه قدام هتقول يا ريتني كنت قلت لها, يا ريتني كنت نبهتها. ولو تعرف انك كنت عارف وما قلتش هتبقى زعلة كبيرة جدا من اختك ومن اهلك, ده لو حصل حاجة. فالامانة تقضي انك تقول لهم كل شيء بمنتهى الصراحة. والله انا قلت اللي انا شايفه يعني, في النهاية قرار برضو قرارك, بس انا ده رأيي الشخصي. انا لا لو اختي مش اخبي حاجة زي كده, لازم اخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام اهلي وعيلتي اللي ما عنديش اغلى منهم في الدنيا.